افتتحت صباح اليوم القمة العربية 21 في العاصمة القطرية الدوحة بحضور معظم القادة العرب باستثناء الرئيس المصري حسني مبارك. هذا وقاطع الزعيم الليبي معمر القذافي أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ليتهجم على العاهل السعودي قبل أن يدعو إلى المصالحة وإنهاء الخلاف. حمد، أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني ست سنوات وانت هارب وخايف من المواجهه، اريد انك ما تخاف، ومن احترام للامه واعتبر المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد وانا مستعد لزيارتك وانك انت تزورني يا اخ معمر. رجاء نقطه نظام، وعميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين، مكانتي العالميه ما تسمح لي اني يعني ننزل لاي مستوى اخر، وشكرا. انا اعتقد اخ معمر يمكنني فهمتك خطا، انا اعتذر امام الاخوه الرؤساء الملوك والرؤساء، وأشكرك على كلماتك الموفقة.